أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما صحة حديث أحبابي أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني؟ لا، إخواني. قال صلى الله عليه وسلم: ليتنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون من بعدي يقرؤون في القرآن، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم يجدون كتابا بين دفتين فيقرؤونه ويؤمنون به. هؤلاء إخوان الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذين معه هؤلاء أصحابه. نعم.